زي النهاردة منذ 6 سنوات فقدت الرياضة المصرية والعربية أحد رموزها الكبار بوفاة محمد عبد صالح الوحش، أحد العلامات البارزة كلاعب ومدير فني وإداري وخبير كروي إفريقي وعالمي من الطراز الرفيع. ولد الوحش في 9 مايو 1929 في حي السيدة زينب، ثم دخل النادي الأهلي كناشئ 43، وبعد اعتزاله المبكر بدأ مسيرته كمدرب بالحصول على عدة دورات تدريبية في الداخل والخارج، وسرعان ما تولى منصب المدير الفني للنادي الأهلي في أواخر الخمسينات، وقاد الفريق للعديد من البطولات والانتصارات في الدوري وكأس مصر، ثم كان مدربا للفريق الذي حقق لقب كأس الجمهورية العربية المتحدة 1961، كما قاد الفريق الأحمر للفوز على فريق بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في القاهرة في نفس العام. الوحش الذي قاد المنتخب الكويتي لمدة 5 سنوات كاملة في أواخر الستينات عاد للأهلي لقيادة جيل التلامذة بداية السبعينات، ثم تولى المهمة الفنية لمنتخب مصر في واحدة من أزهى عصوره في النصف الأول حقبة الثمانينات، وصعد به لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 1984، إلى جانب عمله كرئيس للجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي وأحد الخبراء الكبار في الاتحاد الدولي. كان الوحش رائد التحليل الرياضي في الفضائيات بأسلوبه الرائع وآراءه النافذة، كما عمل كمدير للنشاط الرياضي في الأهلي 1976، ووصل لمنصب رئيس النادي في انتخابات 1988، كما تولى قيادة الاتحاد المصري لكرة القدم 2000.